الله يرحمك يا معتز يا اخويا، الله يرحمك. فعلا حبايبه كانوا كتير. شاكرين يا باشا على التسهيلات اللي انت عملتها معانا دي. لا شكر على واجب يا فندم، تحت امرك في اي وقت. متشكره جدا، انا فعلا عايزه عن الشكر. لا شكر على واجب يا مدام ايمان، ده المرحوم معتز كان اخ بالنسبه لي، واي حاجه حضرتك عايزاها وفي اي وقت انا تحت امرك. متشكره جدا. على فكره كنت هنسى، حضرتك تعرف فين ممكن الاقي المقدم حسام؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ ده المقدم حسام في السجن دلوقتي. هو ساب المكافحه وراح مصلحه السجون؟ لا يا مدام، ده اتمسك في رشوه واتحكم عليه بثلاث سنين سجن. رشوه؟ يعني ايه الكلام ده؟ احنا خلاص اتطلقنا. وانا مستعد انسى كل اللي عملتيه واكتب عليكي من جديد بعقد ومهر وجداد، بس ابننا لازم يبقى في وسطنا. وانا مش موافقه على الكلام ده ولا يمكن هيحصل. اهدي يا بنتي اهدي، ده انت لسه خارجه من ولاده. مش هند ساهر لسه شريكي. وانا مش شارياه ولا يمكن هعيش بقيت عمري مع راجل انا مش مامنه له. ما تنسيش ان انا ابو ابنك ومن حق اعيش معاه. ابنك موجود ولما يبلغ السن القانونيه ابقى تعالى خده، قبل كده هو في حضانتي وانا اللي هربيه لوحدي. شايفه بنتك وعنادها؟ انت ايه يا شيخه؟ انت خاويه تفوري دمنا؟ يا بنتي عشان خاطر ابنك حاولي تنسي اللي فات. مش هقدر يا عمي، والله العظيم ما هقدر. كل اللي اقدر اقوله لكم ان ابنكم موجود، وقد ما تحبوا تشوفوه بقوا تفضلوا، وهو دلوقتي في الحضانه وانتوا ماشيين بقوا شوفوه. مع السلامه. لا مش وحش. وحش. فاكرة يا ماما المقدم حسام اللي هو كان زميل معتز؟ فاكرة يا ميلو. النهاردة لما روحت الوزارة سألت عليه عشان يساعدني في إجراءات معاش معتز، قالوا لي إنه اتقبض عليه وخد 3 سنين في قضية رشوة. طب وليه يعمل كده بس؟ هي دي الفكرة يا ماما، لا يمكن حسام الهلال يعمل حاجة كده. أمال سجنوه ليه؟ أكيد مسكوه متلبس. هو ياما في السجن مظاليم يا ماما. وإيه اللي خليكي متأكدة كده من براءته؟ معتز كان بيعتبره مثله الأعلى. أنا متأكدة إنه بريء. عموما لو هو مظلوم أكيد ربنا هيقف معاه وهيظهر براءته. يا رب يا ماما. شوفي مين على الباب. حاضرة. مين يا إيمان؟ ده بانك ستيتمنت يا حبيبتي. طيب تعالي افتحي. يا نهار اسود، انت سحبتي الفلوس دي كلها امتى؟ فلوس ايه؟ انا ما سحبتش المبلغ ده. يبقى مفيش غيره اللي يكون عمل العمله المهببه دي كده. برضه يا محمد اهون عليك، ما تسالش فيا المده دي كلها. معلش يا استاذ، الواحد كان ظروفه ملخبطه شويه غصب عنك. ظروف ملخبطه ازاي يعني؟ خير؟ امك كويسه؟ لا امي تمام الحمد لله، بس انت عارف بقى ضغطها عالي والسكر بيلعبها من ساعه اللي حصل لك. واضح ان مفيش امل. كتب عليا اتعاقب على جريمه انا اصلا ما عملتهاش. ربنا كبير. على فكرة شاهين ده خلفت وجابت حسين. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. طب مش تقول لي يا أخي هو في خبر يفرح وفرحني؟ ما أنت عارف أنا بتنشأ على حاجة حلوة أسمعها هنا يا محمد. طمني، رجعت لسير جوزها ولا لا؟ لا لا، مصممة ما ترجعلوش وعايزة تربي الواد لوحدها. ما تعقلها يا ابني ورجعه لها. ربنا يهديها هي كمان. تعمل إيه أنت وريام؟ أنا وريام سيبنا بعض. سبتوا بعض؟ قال لها فسخوا الخطوب. طبعا انا السبب. لا يا حسام انت مالكش ذنب. ماليش ذنب؟ لا انا ماليش غير ذنب. واضح اني بقيت وباء على كل اللي حواليا. محمد رحمة ابوك، انت مصدق وعارف ان انا ما عملتش حاجه؟
ايه؟ واضح كده احسن من احنا كلنا بندفع تمن غلطه محدش فينا غلط. خدوا لي يا طاهر. ايه دي؟ كل ده فلوس يا سيدياب. ايوه مالك اتخرعت كده، خدهم تستاهلهم. ايوه بس اني ما صرفتش كل ده يا سيدياب، وبعدين ده اني لحم كتافي من خيرك. عشان كده انا بديك الفلوس دي كلها، عشان يبقى لحم كتافك من خيري وعلى طول. ربنا يخليك لينا يا سيدياب وما يحرمناش منك ابدا، وعلى راي المثل جيب السبع ما يخلاش. خصوصا لما السبع ده يعاود وتاجر في السلاح. السلاح؟ أنا نفسي أعرف مين ابن الكذاب اللي قال خد من التل يختل. ده إحنا ممكن ناخد كل اللي في التل ونعمل تل من أول وبديت. قول إيه يا طارق؟ ما بقولش حاجة، بس يعني أنا الفرحة خربطت دماغي وخلتها لي كده متخربطة. طاهر إيه؟ ما عاوزانيش دلوك الدماغ المخربطة، عاوزين دماغ موزونة قوي. موزونة؟ موزونة ومتظبطة، واعتبرني ابن السعادة دماغك اليمين يا سيد الناس. صحيح يا أخي، أنا برضو قلت إزاي ظابط باشا زيك يدخل السجن عشان رشوة هايفة زي دي. 250 ألف جنيه بقى رشوة هايفة؟ آه طبعاً هايفة. إيه 250 ألف جنيه قدام مستقبلي وسمعتي والاسم اللي بنيته في الداخلية؟ وناوي تعمل إيه يا باشا؟ العمل عمل ربنا عريان، حسبي الله ونعم الوكيل. ياه. وانا كنت متخيل ان مصيبتي دي اكبر مصيبه. امال مصيبتك انت تبقى ايه؟ لا صحيح، انت مصيبتك ايه يا سيد دولار؟ عارف مصيبتي ايه؟ مصيبتي اني قلت الحق. يعني ايه يعني؟ مش فاهم ولا حاجه. في يوم واحد صاحبي طلب مني اني ارسم له صوره صاحبته، رسمتها له. بعد ما رسمتها له راح مديني حته حشيش، واضح ان الصوره عجبته. قلت له ما بشربش. قال لي خليها معاك، مس بيها على اي حد من صحابك. وللاسف انا زي الغايب رحت واخدها وحطيتها في جيبي. وانا مروحه قابلني كمين بيفتشوني، لقوا معايا حته الحشيش. وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني 100 دولار كنت لسه راسمها. يا نهار ازرق، يعني القضيه بقوا اتنين، مخدرات وتزوير. في حظك الهباب. هو فعلا هباب. عارفين لما رحت النيابه ايه اللي حصل؟ جالي المحامي قال لي ولا تقلق، كل انواع القواضي دي بتخلص بحاجه واحده بس، قول ان الضابط وهو بيفتشك انت رفضت، واول ما رفضت راح رمي لك الحشيش ورمي لك ال 100 دولار. عدت عليا الحاجات دي كتير. بس للاسف بقى انا رفضت وقلت الحق، واول ما قلت الحق جيت هنا على طول. نورت يا دولار. ما وريتك يا حضرة الظابط ما بقاش لعله. أنا سعيدة جدا إن أنا هشتغل مع الأستاذ جلال أبو العزم من أكبر المحامين في البلد. الشرف ليا يا أستاذة، وياريت تعتبر المكتب مكتبك، ولو عزت أي حاجة أنا تحت أمرك. ميرسي جدا يا فندم، ويا رب أكون عند حسن ظن حضرتك وقد الثقة الكبيرة اللي حضرتك مديهالي دي. إن شاء الله، أنا متفائل فيك خير. فضل حضرتك على الأرشيف عشان تشوف نوعية القضايا اللي إحنا بنشتغل فيها. هتلاقي مدني وتجاري وأحوال شخصية، ولو في أي استفسار أنا تحت أمرك. اوكي، بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا استاذه، مع الف سلامه.